الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أسرة الغالية، أسرة أسرار العارفين، معكم محمد علي. استكمالا لسلسلة الحوقلة وعجائبها العظيمة ودمجها مع سورة ياسين المباركة بسر المبينات السبع، عملنا حلقة قبل كده عن فضل سورة ياسين والتوقف عند المبينات السبع. سورة ياسين بتحتوي على ذكر اسم الله المبين سبع مرات، بنتوقف عندهم ونطلب من الله عز وجل قضاء الحاجة بتاعتنا. النهاردة هنتكلم عن سر جديد من أسرار سورة ياسين المباركة والحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، في علاج الأمراض الروحانية المستعصية وتطهير الجسد من العوارض. الحلقة كلها تعتبر نوع من أنواع تحديات أسرار العارفين للعوارض الشيطانية والصحراء، بمعنى أن هذا العلاج مدته 12 ساعة فقط. في الحالات المستعصية أو الحالات الشديدة بتكون 3 أيام، الحالات اللي هي اللي بقالها 30 سنة و40 سنة ربنا يعافيهم ويشفي كل مريض، أقصى مدة علاج لها 7 أيام، ولكن من أول يوم أو تاني يوم بتختفي العوارض تماما. ومن أول ما بتنفذ العلاج بتشعر لو أنت مصاب بمسم، مصاب بشيطان عين، مصاب بسحر مأكول أو مشروب، بتبدأ فوريا العوارض تخرج من الجسد أو المواد السحرية تخرج من الجسد بطريقة سهلة ومبسطة وجميلة جدا. كمان إخواني الكرام، الطريقة نافعة جدا جدا للناس اللي بتشتكي من تسلطات الصحراء أو تسليطات الصحراء اللي هي بصفة عامة بتسمى السحر أو بتسمى الرصد الشيطاني أو يوكل على الإنسان رصد شيطاني، أو اللي بندرج تحته بقى اللي هي بتجيني استفسارات كتير بخصوص هذا الموضوع، سحر الهاتف وسحر مش عارف إيه، القراءة على الصورة وإن حد يتصل عليك يقرأ عليك حاجة، أو أنت بتتكلم مع شخص فجأة تلاقي حالتك الصحية والنفسية ويحصل عندك نوع من أنواع الخوف والرهاب وحالتك تتقلب بعدها. نافعة جدا لهذا الموضوع، ومن أول 12 ساعة بتنفذ فيها هذا البرنامج بينقطع عنك التسليطات وتوقف نهائيا وبتنقلب على الساحر أو على فاعلها. كمان إخواني الكرام، نفع جدا لسحر تعطيل الزواج، ومدتها أو مدة العلاج بيها بالطريقة اللي أنا هشرحها دلوقتي بتكون 3 أيام أو أسبوع على الأكثر، مهما كان وجود أو في شيء مسبب تعطيل الزواج ناتج مثلا من إصابة بالمس العاشق أو شيطان العين أو نشاط القرين أو وجود تابعة أو وجود سحر تعطيل الزواج، أو البنت أو المرأة عندها ضعف في القبول أو ضعف في الجمال أو السن كبر ولسه ما حصلش زواج، تنفذ هذه الطريقة فيها عجائب قوية جدا. سورة ياسين فيها عجائب قوية جدا لقضاء الحاجات، وإحنا النهاردة هنوظفها أو هنوظف أو هنطلب من ربنا سبحانه وتعالى يعطينا من بركات هذه السورة في شفاء الأمراض أو في شفاء المرض اللي موجود عندنا. إخواني الكرام، الطريقة سهلة ومفيش أبسط منها، وكمان نفعة لعلاج الأمراض الجسدية وأنا هشرحها دلوقتي، والنتيجة بتاعتها قوية 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 جدا، والنتائج بتاعتها بتظهر من أول يوم في استخدام. كمان إخواني الكرام، الطريقة نفعة جدا لعلاج الوسواس القهري وأمراض الاكتئاب، نفعة جدا لعلاج المس العاشق. الناس إخواننا وأخواتنا البنات دايما بيشتكوا من هذا الموضوع، التسلطات والتحرشات والأحلام أو الكوابيس والجاسوم والكلام ده كله تقضي عليه من أول يوم. علاج السحر المرشوش في المنزل تقضي عليه من أول يوم، تطهير المنزل وتطهير جسدك من أول يوم، طريقة جميلة جدا. أنا شرحت فوائدها تقدر توظفها في أي إصابة موجودة عندك مفتوحة معاك، وفوائدها عجيبة جدا وهتشوف النتائج بتاعتها قوية. مهم في تنفيذ طريقة هذا العلاج إن إحنا نكون على طهارة، يعني جسدنا طاهر. يفضل قبل ما نعمل هذا البرنامج العلاج إن إحنا ندخل ناخد استحمام، نتوضأ، نجلس، تكون ملابسنا طاهرة برضو، يعني نطلع هدوم تكون لسه مغسولة جديدة أو ملابس جديدة عندك، مفيش جديد ملابس مغسولة. تعطر جسدك بأي عطر زيتي طيب، ما ينفعش نتعطر بكحول، نعطر جسمنا بأي عطر زيتي طيب، ما عندكش عطر زيتي طيب يعني ما تتعطرش، بس ما ينفعش ما تستحماش، يعني مهم ان انت تكون حلو، يعني تكون حلو ونظيف كده، وتجلس عشان ايه؟ تقعد في اتجاه قبلة الصلاة، تبدأ تفتح القرآن الكريم على سورة ياسين. افتح على سورة ياسين، عندنا في سورة ياسين 7 مبينات، يعني 7 آيات بتتوقف عند مبين. فهنقرأ سورة ياسين مرة واحدة فقط، القراءة هتكون مرة واحدة فقط. احنا في الحلقة اللي كنا عملناها عن قضاء الحاجات بسورة ياسين كانت القراءة 7 مرات أو 3 مرات، في هذه الطريقة التحدي فيها ان هي مرة واحدة فقط مع الحوقلة، والنتيجة بتاعتها سريعة وفي خلال 12 ساعة بس. أنا هحتاج معايا، بحضر معايا وعاء أو دورة أو خزان أو جالون المياه، أي شيء تضع فيه كمية من المياه، وأجلس بعد، أنا زي ما قلت لازم أكون طاهر الجسد والملابس، وأجلس بعد صلاة الفجر
انا افضل بعد صلاه الفجر، تقدر تعملها بعد صلاه العشاء، ولكن انا افضل من افضل الاوقات لقضاء الحاجات وعلاج الامراض وعمل البرامج العلاجيه بعد الساعه 12 مساء او بعد صلاه الفجر. بتجلس بعد صلاه الفجر في اتجاه قبله الصلاه وانت فاتح القران الكريم معاك على سوره ياسين، وتبدا تقرا بالطريقه التاليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، وكمل لحد ما أقف عند أول مبين. عندنا 7 مبينات زي ما أنا وضحت، وأقف عند أول مبين في الآية 12، وأذكر أو لا حول ولا قوة إلا بالله المبين، لا حول ولا قوة إلا بالله المبين، لا حول ولا قوة إلا بالله المبين. تقدر تقولها 33 مرة، تقدر تقولها 70 مرة، تقدر تقولها 100 مرة. أنا أفضل 100 مرة، وبالأخص في العلاجات أو الإصابات القوية أو الشديدة أقولها 100 مرة. في الحاجات البسيطة أو الإصابات البسيطة، شيطان عين، شيطان حسد، مشكلة مثلا سحر مرشوش، مشكلة رؤية كوابيس، أقرأها 33 مرة أو 70 مرة، بس أنا أفضل 100. قل لا حول ولا قوة إلا بالله المبين، لا حول ولا قوة إلا بالله المبين، لا حول ولا قوة إلا بالله المبين. بعد ما انتهيت من 100 مرة أقول: أسألك يا الله بسر سورة ياسين المباركة وبسر اسمك المبين أن تبطل عني شيطان العين والحسد، أو تطهر جسدي من السحر المأكول والمشروب، أو تقتل وتطرد عني المس العاشق، أن تبطل عني أعمال السحر والتعطيل، أن تيسر لي في أمر زواجي، أن تيسر لي في أمر رزقي. وأدعو الدعاء بتاعي، وبعدين مش هبدأ السورة من الأول زي الحلقة اللي كنا اتكلمنا عنها كده، لا، أنا هكمل بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، وأقف عند مبين الثانية اللي هي في الآية 17، وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله المبين، لا حول ولا قوة إلا بالله المبين، 33 أو 70 أو 100. وبعد ما انتهي من ال 33 أو ال 70 أو ال 100، رب أسألك بسر سورة ياسين المباركة وبسر اسمك المبين أن تفعل لي كذا وكذا، أو تشفيني من كذا وكذا أو كذا. وأكمل، ما أبدأش من الأول، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، وأقف عند مبين الثالثة في الآية 24، وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله المبين، لا حول ولا قوة إلا بالله المبين، 33 أو 70 أو 100. وأكمل بهذه الطريقة لحد لما أنتهي عند مبين السابعة. وبعد ما أنتهي من مبين السابعة أرجع لقراءة أو لختم أو الانتهاء من الصورة قراءتها، وبعد ما أنتهي من الصورة أنفس في المياه بهذه الطريقة 3 مرات أو 7 مرات، و أشرب من هذه المياه صباحا ومساء. أنا عملت كده المياه ديت بعد صلاة الفجر، أنا جهزت المياه اللي أنا هشرب منها مدة الـ3 أيام أو هشرب منها مدة اليوم زي ما أنت عايز، والنتيجة بتاعتها من أول يوم. بعد صلاة المغرب هعمل نفس اللي أنا عملته بعد صلاة الفجر على المياه، ولكن هذه المياه هغتسل منها. ولو قدرت تعملها قبل صلاة المغرب بساعة أو ساعتين، بحيث إن أنت تغتسل من المياه اللي جهزتها بقى بنفس الطريقة. مهم جدا، هتقولي ما نغتسل من المياه بتاعت اللي أنا قرأتها بعد صلاة الفجر، أقول لك لا، ما أنا عايزك تعمل الورد ده تاني في وقت المغرب، لأن ده وقت انطلاق الجن والشياطين ونشاط الجن والشياطين، والتسليطات والجن المسلط والسحر والمس العاشق والكلام ده بيبدأ إن هو ينشط في هذه الفترة أو في بداية هذه الفترة، أكون أنا عملت الاغتسال بتاعي. فأنا عايزك تعمل الاغتسال وتكون برضو شحنت روحك هذا الذكر، سورة ياسين والحوقلة واسم الله المبين، وما له من تأثير قوي وقاطع على الجن والشياطين والسحرة والإصابات أو الأمراض الجسدية. طب أنا عندي مرض جسدي أو عندي ألم أو عندي مشكلة، ينفع أعملها؟ آه ينفع. طب بالنسبة للسحر المرشوش، أنت قلت لي إنها بتعالج السحر المرشوش. آه، أنا عملت المياه اللي أنا هقرأ عليها الصبح أو عملتها بعد صلاة الفجر، المياه اللي أنا هعملها قبل المغرب بساعتين أو هعملها بعد صلاة المغرب، واغتسل منها، اشيل منهم شويه، وارش المكان بتاعي، ارش منزلي او ارش مكان العمل بتاعي او مكان المحل التجاري بتاعي لو في عندي سحر مرشوش او كلام من ده، او حابب ان انا اطهر مكاني من اي سحر او من اي عين او حسد. الطريقه يا اخواني الكرام تحدي عجيب، وفيها تجليات قويه جدا في شفاء الامراض والتخلص من الامراض والاصابات الروحانيه، سريعه وقويه جدا جدا جدا. طيب انا عملت الاغتسال من المياه، مهم جدا ان الاغتسال يكون خارج الحمام، ما ينفعش اغتسل بمياه مقروء عليها القران الكريم داخل الحمام. في بعض الاراء تقول لك عادي هو ما خدش حكم القران الكريم، ولكن لا يفضل ان انا ادخل بمياه مقروء عليها داخل الحمام. ممكن اغتسل منها جسدي، ممكن ارش منها على جسدي او اماكن العورات اللي هي منافذ الجن والشياطين او دخول الجن والشياطين والقبل والدبر، استخدم منها دي ما فيش مشكله، لكن ادخل بيها الحمام ملوش داعي. فاغتسل من هذه المياه، اقف في وعاء او طبق بلاستيكي، طبق الغسيل زي ما بنقول بالمصري كده، اقف في طبق بلاستيكي واغتسل من المياه، و
اقف شويه، بعد ما اخلص اغتسال اقف 5 دقائق لحد ما جسمي يتشرب، جلدي يتشرب هذه المياه او تبدا جفافها على جسمي، ما نشفش. مش بعد ما اعمل الاغتسال اقوم رايح ماسك مثلا منشفه وانشف جسمي، لا اصبر شويه، خليك 5 دقائق كده وانت طبعا متستر للعورات، 5 دقائق جسمك يتشرب من هذه المياه، وبعد كده بلبس الملابس بتاعتي. الاغتسال ده نكرره 2 أو 3 مرات في الاسبوع، ولكن من اول يوم بتختفي تماما كافه العوارض، مع الاستمرار عليه اقصى شيء اسبوع بيقضي على كافه الاصابات ويخلصنا منها تماما بامر الله. شوف اخواني الكرام، الشفاء بالقران الكريم وكنوز وانوار القران الكريم لن تنفذ، لن تنفذ، واحنا بامر الله رب العالمين مستمرين معاكم ان احنا يعني نقدم لكم الاسرار والتجليات وعجائب القران الكريم بطريقه سهله ومبسطه. الناس اللي بتمل من بعض الطرق او بتمل من الشرح وتقول لك انت بتتكلم كتير او تقول لك انت مش عارف ايه، يا اخي الفاضل او يا اخت الفاضله، منصتنا منصه تعليم، ما عندكش وقت ووقتك من ذهب، انا بدي لك من وقتي وبدي لك من حياتي، على الرغم ان انا ليا عملي وليا حياتي الشخصيه وليا اموري في حياتي، بدي لك من وقتي وبفرغ لك هذا الوقت، وانت سيادتك مش فاضي. فسيادتك لو ما عندكش وقت حاول تتعلم وارجع الحلقات وتعلم وشوف الحمد لله رب العالمين نتائج العجيبة من الذكر ومن القرآن الكريم، مش محمد علي اللي بيعملها، احنا مجرد اسباب. ولكن لما تسمع شرح فيه فوائد وعجائب القرآن الكريم ونورانيات القرآن الكريم، اذا كنت غير مؤهل واذا كنت لا تعرف او ما استشعرتش جمالها، ما تحاولش ان انت تكون هجومي او تكون متطاول، لان يعني مشكلتك هتبقى مشكله كبيره قوي مع ربنا سبحانه وتعالى. خليك في دواير الراقي الفلاني والشيخ الفلاني، وتروح يقرا عليك ويقول لك تطلع مش طالع، وينطق قرينك وضربك بالخرطوم وضربك على مش عارف على ايه، وروح اعمل ايه وسوي ايه. احنا هنا الحمد لله رب العالمين الناس بتتعالج نفسها بنفسها، وبتتعالج في صمت وفي سريه بدون ما يدخل بيوتهم او يدخل بيوتنا مدعين العلم والجهلاء. نفذهم هذه الطريقة، فيها من العجائب القوية جدا بأمر الله رب العالمين، وهتشوفوا نتائجها من أول يوم، وهي في حلقة في حد ذاتها تحدي للسحر وتحدي للجن والشياطين بكلام الله رب العالمين وبجوهرة القرآن، قلب القرآن الكريم، سورة ياسين مباركة وكنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نفذوها وتشوفوا من العجائب. وما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، اعمل شير وبقوة الدال على الخير كفاعله. ما تنسوش تتابعونا على سر العارفين على الفيسبوك، ما تنسوش تتابعوني محمد على الانستجرام عشان تشوفوا تجارب الشفاء ومنتجاتنا في الأحجار الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله.